الذي ننطلق في هذا الموسم الجميل. نتابع شوطنا السابع وهو الشوط الذي يحمل هذه المنافسة المميزة ومنافسات أشواط أصحاب السمو الشيوخ والسعادة ضمن الأشواط المفتوحة. الشوط السابع الخاص للأبكار الحقائق من مسافة 3 كيلومترات. ينطلق مشاهدي الأعزاء هذا الشوط بعون من الله تعالى ثم بجهود اللجان المنظمة. نشكرهم على هذا التنظيم المميز الذي نتابع من خلال هذه المنافسات الجميلة على أرضية ميدان الشحانية. نتابع أول الانطلاقات وأول التحديات في هذا الشوط مشاهدينا الكرام. الشرود لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والمضمر محمد بن ثاني بن عبد الله الهام لمن يقدم لنا الشرود في أول التحديات. بينما المركز الثاني تأتي مشاهدي الأعزاء مجد لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني والمضمر سعيد بن محمد بن هادي الجربوع المري، ولكن ينخطف من ثاني المراكز من قبل مواجيب لسعادة الشيخ أحمد بن حمد بن علي بن عبد الله الثاني والمضمر عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري من غير مباشرة وخطف المركز الثاني. المركز الثالث بلشة تاتي في ثالث المراكز بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني والمضمر محمد بن برقاب بن مقارح المري يقدم بلشة من قدم لنا مشاهدي الاعزاء فرقاط في الشوط الماضي، وياتي في هذه اللحظات مع بلشه من غيرت واحتلت المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما المركز الخامس نجد مشاهدينا الكرام الشهانيه لسعاده الشيخ عبد علي بن عبد الرحمن بن حسن ال ثاني ومضمر سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري في المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدي الاعزاء لمراكزنا الخمس الاولى، ونذهب لنستجد النداء مع الشرود لسمو الشيخ محمد بن خليفه بن حمد ال ثاني ومضمر محمد بن ثاني بن عبد الله الهامري، ولكن بلشه القادمه والمحتله المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني ومضمر محمد بن برقاب بن مقارح المري مع ثاني المراكز يقدم لنا بلشة. بينما المركز الثالث الشهانية تلاحق هذه الأسماء المميزة وتندفع بهذا الاسم الجميل بشعار سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني ومضمر سعود بن عبد العزيز بن سالم بن عبد العزيز المري. بينما المركز الرابع وصلت مواجيب شعار سعادة الشيخ أحمد بن حمد بن علي بن عبد الله الثاني ومضمر عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري، ولكن القادمة اللي تحمل الرقم 5 مشاهدي الأعزاء و15 في هذا الشوط القادمة مشاهدي الأعزاء هذه الذيبة بشعار هجنة الشحانية والمعلنة لهذا التحدي في خامس المراكز بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. نعود مشاهدينا الكرام إلى البداية إلى الشوط. تريد أن تشرد بناموس هذا الشوط وتهدي هذا الناموس المميز لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني بمتابعة أحد الخبراء محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي من يقدم لنا الشروط في التحدي الأول، ولكن بلشة يا بلشتكم من بلشة القادمة مع ثاني المراكز بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني والمضمر الصارم محمد بن برقاب بن مقارح يقدم بلشة في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات في هذا التقدم نتابع شعار هجنة الشحانية المعلن لهذا التحدي والانطلاق مع الذيبة محمد بن خالد بن عبد الله العطية مضمر ومتابع، ولكن الله ارصد لي أبو شارب 4 مراكز في موقع واحد، 4 مراكز مسيطرة على دائرة المركز الأول، ولكن اللي انفردت في هذه اللحظة اللي انفردت السيلية تأتي من الخلف وتنطلق إلى الأمام. يا سلام يا السيلية لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر بن محمد الثاني وصقر بن سالم بن علي الهاشمي يقدم لنا السيلية، ولكن القادمة في هذا التحدي وصلت الكايدة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، ولكن الناموس مع السيلية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر بن محمد الثاني، والتانية إلى صقر بن سالم بن علي الهاشمي من تابع السلية بناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني
جاءت في مشاهدينا الكرام الكايدة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني، بينما المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل بلشة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، بينما المركز الرابع جاءت في مشاهدينا الأعزاء أضواء لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، بينما المركز الخامس وصلت في مشاهدينا الكرام شفوف لهجن الشحانية. تهانينا وناموس مشاهدي الأعزاء مرة أخرى لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني على فوز السلية بالمركز الأول واختطاف ناموس هذا الشوط، والتهنئة للمضمر صقر بن سالم بن علي الهاشمي. والتوقيت الزمني 4:21 وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثاني حلت فيه الكايدة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والمضمر سعيد بن وني الهاشمي. التوقيت الزمني 4:21 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. بينما أتت بلشة قدمت أداء وعرض جميل لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني ومضمر الصارم محمد بن برقاب بن مقارح 4:22 وأربع أجزاء من الثانية، هو توقيت بلشة صاحبة المركز الثالث.